عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان هانيين؟ ايوا نتمنى من الله المتتبعين والمتتبعات ديالي وجميع المسلمين يدخل علينا ربي هاد رمضان بالصحه والسلامه والرزق والتيسير، والله يرفع علينا الوباء، وان شاء الله تكونوا دائما في صحه جيده يا ربي، ونكونوا لا فاقدين ولا مفقودين، ونكونوا ان شاء الله من الفائزين بالرضا ديال الله عز وجل، ومن متفوقين في الصلاه وفي العباده يا ربي يا سيدي يا ربي. طيب وفقنا جميع لما يحب الله ويرضى. المهم البنات، اليوم ان شاء الله جيت غنوجد معكم واحد الشهيوه رمضانيه، غنشارك معكم الفطور ديالي البنات. المهم غير قبلوا عليا، قبلوا عليا المتتبعين والمتتبعات ديالي، غنوجد لكم واحد الشهيوه وان شاء الله نتمنى تعجبكم. غنديروا البنات اليوم واحد العجينه ديال واحد الفطيره، غنديروا فيها هاد الكاس البنات. انا هاد الكاس كنعبر بالكاس ديال العنبه، درت هنايا نص، درت كاس ديال الماء بكاس ديال العنبه وكاس ديال الحليبه البنات، حتى هو كاس ديال العنبه. المهم العبار باش نقول لكم انا العبار بكاس ديال العنبه، وكنديروا فيها البنات معلقه الزبده وبيضه، كنديروا غير بياض بيضه، والصفار كنحتفظوا به باش ندهنوا به ان شاء الله من الفوق. وفي العجينه غنديروا الطحين على حسب، ما تجيناش قاصحه وما تجيناش جاريه. المهم ان شاء الله نكمل العجينه ونرجع معكم البنات. المهم البنات، ملي سخنا الحليب راه نسيت ما ذكرت معكم البنات الخميره. المهم راه درت معلقه ديال الخميره، معلقه ما عامرش، معلقه كبيره ما عامرش ديال الخميره، ودرت مليحه البنات حسب الذوق، ودرت المهم الزبده ديالنا، درت جوج معالق ديال زيت العود، وغنخلطوا البنات هادشي مزيان مزيان مزيان. طي والبيضه والبيض ديال البيضه البنات، والصفر هو البنات غنحتفظوا به ان شاء الله للدهن من الفوق. صافي البنات، غادي نطرب هادشي مزيان نخلطو، وغندير معاه الطحين، وملي غتجمع ليا العجينه ديالي غنديرها تخمر ونرجع معاكم. هي العجينه ديالي كملتها، تجي قاصحه شويه، ما تجيش بحال ديال البريوش، تجي قاصحه. المهم البنات غنديرها في هادي كتغطى، نديرها هكا بالغطا ديالها، ونديرها فشي بلاصات نخليها تسخن وتخمر، ونرجع معكم البنات من بعد نوجد الحشوه باش غنعمرهم. المهم البنات الحشوه ديالنا درت فيها البطاطا البنات. المهم خديت واحد ثلاثه البطاطات كبار، سلقتهم خليتهم تبردوا البنات، ودرتهم بهادي المهم معستها مزيان، ودرت القزبر ومعدنوس البنات، ودرت في العطريه درت الكمون، درت معلقه الهريسه صغيره، درت الابزار المليحه، وان شاء الله غنديرها بالطون البنات. عندي الطون، وعندي هذا الفرماج البنات، عندي هذا الفرماج موتزاريلا، وعندي البنات هذا الفرماج، هذا الفرماج احمر، غنخلطو معهم البنات مع بعضياته. صافي البنات، وغنخلط هادشي كله ان شاء الله. بسم الله، وغندير الطون البنات. انا عندي الطون، عرفتي البنات كتجي هاد الحشوه كتجي غزاله، كتجي لذيذه مع الطون والفرماج، كتجي البنات ما نعاودش لكم فنه. المهم البنات، علي ما تخمر ليا الخميره ديالي، غنخلط هاد الخليط مزيان ونديرهم كويرات، نديرهم على شكل سيجار طوالين، وباش نبدا نديرهم ان شاء الله في الحشوه ونبدا معكم الخدمه. المهم البنات، ها هي العجينه ديالي من بعد خمرات، انا جدتها البنات غنسرحها بهذه الطريقه، نسرحها هكا، عندي المدلك ديالي وغنسرحها مزيان البنات. ها هي العجينه بحال هكا قاصحه مطلوقه. المهم البنات غنسرحها مزيان، المهم غنسرحها البنات رقيقه ان شاء الله، وغنخدمها معكم بهاد المول هذا، هذا ديال الحرشه دويورات. المهم تنسرحها مزيان وغنخدم بهذا البنات، هادي ديال البيتزا، وغنوريكم البنات كيفاش درت البطاطا. هانتوما البنات درتها حربولات على هاد الشكل حرابل، باش نوريكم البنات كيفاش غنخدم بها في العجينه. المهم البنات انا سرحتها مزيان، قطعت الفيديو باش نلقى نسرحها على راحتي البنات. المهم غنبدا ان شاء الله بهاد القالب هذا، غندير بحال هكا ان شاء الله بسم الله. المهم نقطعها بحال كدورات، المهم نقطعهم كلهم البنات بحال هكا، ما نطولش عليكم البنات الفيديو.
بسم الله على بركة الله. نجيب هاد الوحيدة نديرو البنات بحال هكا. بسم الله. نجيبو هاد هادي ديال البيتزا ونشرطوها بحال هكا البنات. المهم البنات ونجيبو الحشوة ديالنا البطاطا اللي عمرنا ونديرو لها بحال هكا البنات. المهم نديرو لهم بحال هكا البنات ونصطفوهم في الطاوة. من بعد البنات نصطفوهم في الطاوة غنديرو البيض داك صفارة البيض ونديرو معاه شوية الخل وندهنو هاد هاد الحشوة وهاد سميهم اللي صيبنا ونديرهم في الفران يطيبوا. ومن بعد نتلاقى معكم نتوما البنات. غنبقى نستمر بحال هكا دابا غنجيب غنبقى نخدم البنات نخدم معكم واحده اخرى بحال هكا. راه ساهله الطريقه غير مع داركني الوقت البنات ما يقدنيش. ما راه غنبقى خدامه معكم البنات. صافي البنات ونجيب الحشوه ديالي نحطها بحال هكا البنات. صافي راه كيجيو غزالين البنات. البنات ها هما الفطائر ديالنا وجدناهم كملوا ان شاء الله. غيزيدوا شويه في الخميره وندخلهم للفران ملي يطيبوا ان شاء الله نقدمهم معكم البنات. ليكم البنات انا رجعت معكم البنات. المهم ها هي الشهيوات ديالي اللي وجدت هانتوما البنات. هاد الفطائر كي كيجيو كيجيو زوينين البنات. حاولوا تجربوهم والله الا كيجيو فنين هانتوما البنات. والعجينه اللي شاط ليا البنات صيبت منها حتى هادو كيجيو غزالين هانتوما البنات كيجيو شهوا منهم. المهم البنات هو الفطور ديالي المتواضع وسمحوا لي بزاف البنات. وما تنساونيش من الاشتراك ولايك وفعلوا لي الجرس وخلوا لي شي تعليق يكون زوينكم يكون زوين بحالكم وبالصحه والراحه البنات. وهذا البنات اللي كيش كيجيو حتى هما زوينين البنات. تنديروا فيهم الطون والبصله والجبن والفرماج كيجيو غزالين. شي نهار ندير معكم شي فيديو البنات ديال هاد اللي كيش كيجيو زوينين. المهم بالصحه والراحه وبصحتكم حتى نتوما فطوركم. ونتمنى للجميع رمضان كريم وكلكم بصحتكم وبراحتكم كل عام وانتم بخير.